السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان أخوات، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نطاقوا إن شاء الله في الفيديو الثاني، نوريكم غير دي زانفورماسيون على هذيك الممر تحت الأرضي الوحيد اللي كاين في فوا دو كونتورنومون، اللي هو الطريق المداري الشمالي الشرقي. المدار الوحيد اللي كاين هو احنا دابا غادي ندوزو منه، هو هذا اشغال بناء ممر تحت ارضي على مستوى طريق. نكبر لكم على شويه، اشغال بناء ممر تحت ارضي على مستوى ملتقى الطريق المداري الشمالي الشرقي لاكادير الكبير والطريق الوطني رقم 11 وبناء وتهيئه الطرق الجانبيه. المهم طرافو دو كونستركسيون لا تريمي او نيفو دو لانترسيكسيون دو لا فوا دو كونتورنومون نور اس دي غرون اغادير لا روت ناسيونال 11. هو هذا المشروع كما كتشوفوه، برنامج التنميه الحضاريه 2020-2024، سياسه الاوراش الكبرى، وزاره التجهيز. المهم التمويل دايرين، التمويل كيتم وزاره الداخليه، وزاره التجهيز والماء، وزاره الصناعه والتجاره والاقتصاد الاخضر والرقمي، من جوج جهات سماسه، من جوج جماعات اكادير. صاحب المشروع راه باين، هذا اللي شاد الفوت كونتوم راه باين، المدير الاقليمي للتجهيز والماء، راه العنوان ديالها تحت شارع الحسن الاول، صندوق البريد طنطن. المهم المقاوله هي مجازين، ولكن كاين اللي كيقول ماشي مجازين اللي قادته، كاين اللي كيقول ايكودار، ايكودار هي اللي قادته. السي اي دي هادو معروفين، كونسي انجيري ديفلوبمون معروفين، هادو تريدر متحيلين من هذا المنبر. اذا هذا المشروع هذا غير قلبت التعيت جريده وحده اللي عاطيه المونطون، لان نورمالمون هذا راه خطا بحال هادشي. دابا راه كيتسمى خطا، خصهم يديروا اولا البيدجي ديالو، وخصهم يديروا تاريخ بدايه الاشغال والنيميرو دو مارشي والمده الاشغال، ماشي تاريخ بدايه الاشغال، غير كيديروا غير داك النيميرو دو مارشي، راه كيبان لك متى بداو ومده الاشغال. بالنسبه لهذا المارشي هذا تعطى حسب صحيفه لو ديسك، لو ديسك راه هادي بالفلوس، هادي كيعطوك غير العنوان وكيقول لك تابونا معنا. انا ما تابونيش معاهم. بالنسبه لهذا البروجي هذا تشد ب 91.3 مليون درهم. الارتيكل هذا خرج في لو 4/11/2021، فعلا داكشي فاش 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 بداو هما تقريبا الاخر ديال 2021. المهم حنا دابا غادي ندوزو تما باش تشوفوا. كاين اللي كيقول لك لا راه هذا الممر تحت ارضي، راه ثلاثه اللي داروا ديال الممر تحت ارضي. سي محمد واش حنا دابا جايين من سحيليقة؟ هذا راه تابع الفوا كونتورنومون، ما عنده حتى شي علاقه بالفوا اكسبريس، لا من قريب ولا من بعيد. راه هي طرافو دو كونستركسيون دو لا تريمي او نيفو دو لانترسيكسيون ملتقى دو لا فوا دو كونتورمون نور است دي غرون تاكادير اي لا روت ناسيونال نيميرو 11 كونستريي مانجمون دي فوا لاتيرال. صافي بوان فينال. داكشي فوا لاتيرال صافي، راه مابقاوش هادوك الطرق الجانبية، داكشي مابقاش دابا تقادات القضية. هاينا التليفون قاد واحد وتسعين مليون درهم باش تقام، ولا 90 ولا 91.3، قول 9، قول 9 مليار، هي 9 مليار وشعل والصرف 91 مليار. كاينه العافيه اليوم والله، الا كاينه العافيه برا، واخا كتبان لك 24 درجة الحرارة، ولكن كاينه العافيه. كتسناو بفارغ الصبر ديك الدراسة اللي غدير السي اي دي، باش من موراها يلوحو داك لابيل دوفر. دابا كاع فاش دارو دابا الدراسة عرف بأنه عاودو هاد الخط البيض هذا عاودوه، سافا دير بأن ديك الأخبار اللي كتروج بأن هادوك لجنة الفيفا غيجيو في لو 24 باش يشوفو التيران فري. مزيانة هاد القضية هادي، خصهم يجيوهم بالليل باش يلقاو نيت هاد الطريق هادي ما فيها لا ضو لا والو، ودا باغي يجيبوهم بالنار. ها هو السينيزاسيون راه عاودوها هنا، تعاودات ما كانش بحال هكا.
ديالهم. ديك الساعه تبقى شي ثلاثه د المدن غد بعدا دار بيضاء غتبقى 60,000 المئه لان راه غايبنيو فيها داك التيران. الرباط غتبقى 60,000 مليار في المئه لان كاين التيران ديال مولاي عبد الله كيتعاود. طنجة وكذلك هادو دابا هما اللي تيتعاودو. الاخرين ما عرفتش كيتعاودو ولا لا. هذاك ديال مراكش داكشي الله اعلم مراكش وفاس داكشي ما عنديش عليهم العين. شيء عنده علاقة بسميته عنده علاقة بالأمطار الزمن يبدأ ينزل الماء 100% هذا الشيء 100%. هي ازرق هي هذه على اليمين راه ما بقاش فيها الحشيش. كانوا كيبيعوه في الغابه باقي كنعقل. الله يعفو الله يعفو على المغاربه من داك الشيء. واش انا ما عنديش معنى فيفا لا كافلا ولا حنا كاع بنا هو المغربي طافونس
لا كوب دي موند المهم البلاد تقاد صافي هادشي اللي بغينا. اصحاب البطل اللي قلنا لكم ما كيديروا الكاسك ما كيخافوا على راسهم لا والو. انا دابا غادي ب 60 شوف دابا هو بشحال غادي مازال طلق دابا غير مرك ما بغاش يجري راكم كان بواحد الكره غادي ب قليله واحد 90 ولا 100 من هنا دابا غادي نبداو تشمو الريحة د الخبز لي جاي من هنا تا من لاست مطرح النفايات تا هداك بلا ما نهضرو عليه أكبر المشاكل. شوف عندنا الخوت ساكنين هنا دايرين الديور ديالهم فوق الوادي ولا مهداش هدشي داكشي باين غير هكا ما مسبوق ما سيني قالوا اليوم شي حل هذا سيني قالوا شي ما خدامش شي ما خدامش اليوم هو ما خدامش الدولة ما خدامش عامل حاجة عامل حاجة ما خدام فيها اش غادي هاد التيران كيبان لي انا شوف واش خدامين ولا ما خدامين الصور حابسين اللي خدام على الكارتي كيف مول اللي خدامه